عبد العزيز من دولة اليمن الشقيق، عبارة قالتها مذيعة تلفزيونية تتبع المجلس الانتقالي لمواطن من تعز اتصل للمشاركة في البرنامج، وعند سؤال المذيعة للمتصل عن المنطقة التي يتصل منها أجابها من تعز فقالت له: أهلا عبد العزيز من دولة اليمن الشقيق. الأمر الذي ولد موجة سخرية عارمة نشاهد. عبد العزيز من وين بتكلمني؟ من تعز. حي الله أخونا من دولة اليمن الشقيق، حي الله فيك. الله حييك. أهلا وسهلا فيك. المقطع أثار موجة ضحك وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نعرض لكم بعضها. بشير الحارثي غرد قائلا: عبد العزيز من دولة اليمن الشقيق، والله ما يدري الواحد يضحك ولا يبكي، بالله في حد عاقل يوقف هذا العبط اللي حاصل؟ حد يعقل هؤلاء المهابيل؟ بشرى نقيب قالت: من دولة اليمن الشقيق والاتصال محلي ونفس شركة الاتصالات والجائزة بالريال اليمني الشقيق والرئيس من اليمن الشقيق والمذيعة نفسها أصلها من محافظة مأرب أو إب الشقيق. ابن اللواء الأخضر علق قائلا: بعد هذه الكلمة الانفصاليين بيعطوها راتب زيادة، والله شيء يضحك، شكله ما عندها بطاقة ولا جواز، عاده مش مسجلة، مواطنة على الوطن، مذيعة عرضة صدق. ونحن هنا كذلك نود التذكير بأن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يعمل نائبا لرئيس المجلس الرئاسي التابع لليمن الشقيق.